أقامت مصر معسكرا ثانيا للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسعة 400 خيمة و4000 شخص، وذلك في إطار سعي القاهرة للتخفيف عن الفلسطينيين. وتم تزويد المعسكر بالكهرباء ودورات المياه، ومن المقرر أن يعقبه إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية ومعسكر آخر شمال دير البلح، وذلك بنهاية الأسبوع الجاري.